من منصة حماة التربوية، معكم الآنسة خنساء خطيب مدرسة العلوم والفيزياء في مدرسة السام حمشو، حلقة ثانية. سوف نتحدث اليوم عن الطاقة وتحولاتها، مادة الفيزياء لطلاب الصف التاسع. قبل أن نبدأ بدرسنا لنتعرف على أحبتي الطلبة. عبد الهادي الشيخ محمود. مالك عساني. سام كلاوي. زكريا سويد. عبد المؤمن برازي. عبيدة الحبش. أهلا وسهلا بكم. أخذنا في الدرس السابق الطاقة وتحولاتها، من يذكرنا بتعريف الطاقة؟ زكريا. الطاقة هي قدرة الجسم على القيام بعمل. وما هي وحدة قياس الطاقة؟ تقاس الطاقة بواحدة الجول. أحسن. أخذنا أشكال الطاقة، الطاقة الحركية والطاقة الكامنة، من يعرف لنا الطاقة الحركية؟ عبد المؤمن. هي القوة الناتجة عن حركة الجسم. هي الطاقة الناتجة عن حركة الجسم. أحسن. من يذكرنا بالعوامل التي تتوقف عليها الطاقة الحركية؟ عبد الهادي. كتلة الجسم M ووحدتها كيلوغرام، وسرعة الجسم V ووحدتها متر بالثانية أس ناقص واحد. أحسنت يا عبد الهادي. من يذكرنا بالطاقة الكامنة الثقالية؟ من يعرف لنا الطاقة الكامنة الثقالية؟ عبيدة. هي طاقة يختزنها الجسم نتيجة العمل الذي بذل لرفع سطح الأرض. عن سطح الأرض. من يذكرنا بالعلاقة المعبرة عن الطاقة الكامنة الثقالية؟ زكريا. اي بي تساوي ام بي جي بي اتش. احسن. من يعدد لنا العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الكامنة الثقالية؟ عبد الهادي. كتلة الجسم دبليو ووحدتها نيوتن، وارتفاع الجسم. ليس كتلة الجسم، ثقل الجسم. الثقل يساوي الكتلة ضرب الجاذبية. إذا تتوقف الطاقة الكامنة الثقالية على ثقل الجسم وارتفاع الجسم. سوف نكمل درسنا الذي انتهينا به بالطاقة وتحولاتها. لاحظ الشكل الآتي. قبل أن نبدأ ونلاحظ الشكل، من يذكرنا بخواص العضلات بدرس العلوم؟ درس العلوم للطلاب الصف التاسع، من يعدد لي خواص العضلات؟ يلا يا عبد المؤمن. المرونة والتنبيه والتقلص والمقوية. أحسنت يا عبد المؤمن. من يذكرنا بالمصطلح العلمي للمرونة؟ يلا يا سام. يزداد طول العضلة عند التأثير عليها بقوة خارجية وتعود لوضعها الأصلي بعد زوال المؤثر. إذا تمتاز العضلات بقدرتها على الاستطالة عند التأثير عليها بقوة خارجية، ثم تعود إلى وضعها الأصلي بعد زوال المؤثر. وهذه الصورة، لاحظ الشكلين التاليين. ماذا نسمي الأداة؟ نسمي الأداة بالقوس والنشاب. لماذا استخدم الإنسان هذه الأداة قديما؟ لماذا استخدم يا مالك؟ لصيد الطيور. لصيد الطيور. بماذا يمتاز النابض؟ بماذا يمتاز النابض في الصورتين؟ بماذا يمتاز؟ بماذا يا عبد الهادي؟ يمتاز بالمرونة. إذا يمتاز بالمرونة عند التأثير عليها بقوة خارجية. ماذا 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 استطال النابض أم لم يستطيل؟ استطال. إذا زاد طوله عند التأثير عليه بقوة خارجية، ثم أخذ شكل معين. يمتاز النابض بالمرونة، لذلك أخذ شكل معين. ماذا يمتلك النابض؟ يمتلك النابض الطاقة الكامنة المرونية. يمتلك النابض الطاقة الكامنة المرونية. من يعرف لي الطاقة الكامنة المرونية؟ من يعرف لي الطاقة الكامنة المرونية؟ مالك. تختزن الأجسام طاقة كامنة مرونية عند تأثيرها بقوة خارجية تؤدي لتغيير شكلها. إذا الطاقة الكامنة المرونية تختزن الأجسام طاقة كامنة مرونية عند تأثيرها بقوة خارجية تؤدي لتغير أشكالها. أخذنا بالدرس السابق الطاقة الحركية والطاقة الكامنة. الطاقة الحركية والطاقة الكامنة مجموعهما نسميه بالطاقة الكلية أو الطاقة الميكانيكية. ما هي الطاقة الكلية أو الطاقة الميكانيكية؟ ما هي الطاقة الكلية أو الطاقة الميكانيكية يا زكريا؟ تساوي مجموع الطاقتين الكامنة والحركية. أحسنت. إذا الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الكلية تساوي مجموع الطاقتين الكامنة والحركية. نسمي E الطاقة الميكانيكية، ويقاس بواحدة تسمى الجول، تساوي EB الطاقة الكامنة الثقالية زائد EK الطاقة الحركية، تساوي كونست وهو مقدار ثابت. تطبيق. جسم كتلته M تساوي 8 كيلوغرام، ساكن على ارتفاع اتش 1 6 متر،
من سطح الأرض، وباعتبار تسارع الجاذبية الأرضية جيم تساوي 10 متر بالثانية ناقص 2، والمطلوب احسب عند هذا الارتفاع كل من الطاقة الكامنة الثقالي والطاقة الحركي وطاقته الكلية. الطلب الثاني، يسقط الجسم على ارتفاع اتش 2 4.75 متر من سطح الأرض، احسب عند هذا الارتفاع كل من طاقته الكامنة الثقالي وطاقته الحركي وسرعته عندئذ. من خلال هذه المسألة سوف نكتب معطيات المسألة. M تساوي 8 كيلو جرام، H1 تساوي 6 متر، و G تساوي 10 M بالثانية ناقص 2. 10 متر ثانية ناقص 2. المطلوب احسب عند هذا الارتفاع كل من طاقته الكامنة الثقالية AB1 وطاقته الحركية AK وطاقته الكلية A. من يذكرنا بقانون الطاقة الكامنة الثقالي AB؟ تساوي AB1 عبيدة. AB MBG بأتش بأتش 1 عبيدة. AB1 تساوي الآن الام 8 كيلوغرام ضرب الجيم 10 10 ضرب الاتش 6 8 ضرب 6 48 48 صفر. وحدة قياسها جول. الطاقة الحركية جسم ساكن اي كي تساوي صفر صفر جول. لماذا ساكن؟ الطاقة الكلية اي تساوي اي بي واحد زائد اي كي. اي تساوي اي بي واحد 480 زائد صفر وتساوي 480 جول. طلب الثاني مالك، يسقط الجسم الى ارتفاع غيرنا الارتفاع اتش 2 تساوي 4.75 متر 4.75 متر. المطلوب احسب عند هذا الارتفاع كل من طاقته الكامنة الثقالية AB2 اشارة استفهام وطاقته الحركية AK اشارة استفهام وسرعته عند اذن V اشارة استفهام. من يذكرنا بقانون الطاقة الكامنة؟ AB زكريا. AB2 تساوي N MBG BG BH BH2 AB2 زكريا N الآن 8 الجاذبية 10 10 الارتفاع الجديد 4.75 وتساوي الصفر محرك الفاصل المرتبي 8 ضرب 4.75 وتساوي 380 جول. الطاقة الحركية EK يساوي نص MBG مربع. الطاقة الحركية مجهولي وفي مجهولي نلجأ لماذا نلجأ؟ نلجأ للكلية. من يذكرنا بقانون الطاقة الكلي؟ عبد الهادي. اي تساوي اي بي 2 زائد اي كي. احسنت. اي بي 480 تساوي اي بي 2 380 احسنت زائد اي كي. نأخذ المجاهيل إلى طرف والمعاليم إلى طرف. EK تساوي 380 ناقص 380 وتساوي 100 جول. ونحسب السرعة V. من يذكرنا بقانون الطاقة الحركية؟ EK يساوي EK تساوي نص بام بفي مربع EK مي تساوي نص ضرب 8 ضرب في مربع 8 تقسيم 2 4 اذا في مربع تساوي الحر مي تقسيم 4 25 جذر اذا في تساوي جذر ال 25 5 متر بالثاني ناقص 1. لنلاحظ المقطع التالي. إنه برنامج شيق وجميل يا أخي. نعم يا فاطمة، فأنا أتابعه منذ فترة وأردت أن تشاهديه، ولكن لقد انقطعت الكهرباء يا عبد الله وتوقفت جميع الأجهزة عن العمل. بالفعل يا فاطمة،
فجميع هذه الآلات تعمل بالتيار الكهربائي، ولذلك توقفت عن العمل بانقطاعه لأن الطاقة لم تعد موجودة. وكيف تعمل الطاقة على تشغيل كل هذه الآلات بصورها واستخداماتها المختلفة؟ من خلال تحولات الطاقة، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من شكل لآخر، ويطلق عليها أشكال الطاقة. أعطني أمثلة لأشكال الطاقة. الطاقة الإشعاعية والصوتية والكيميائية والنووية والحركية والحرارية والضوئية. لذلك تتحول الطاقة الكهربائية التي يحملها التيار الكهربائي إلى جميع أشكال الطاقة في المنزل، كالحرارية كما في السخان، والحركية كما في الخلاط، والكيميائية كما في بطارية الجوال، والضوئية كما في المصابيح. لقد عاد التيار الكهربائي مرة أخرى، وعادت الأجهزة للعمل يا عبد الله. من خلال مقطع الفيديو لاحظنا تحولات الطاقة. من يستنتج لنا مبدأ مصونة الطاقة؟ عبد الهادي. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تتحول من شكل إلى آخر دون زيادة أو نقصان. إذن نص قانون مصونة الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تتحول من شكل إلى آخر دون زيادة أو نقصان. إن الطاقة عندما تتحول من شكل إلى آخر، من طاقة كهربائية كما لاحظنا في المقطع الفيديو إلى طاقة ضوئية في المصباح، من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية كما في المكواة، كان لها أشكال متعددة، لكن وهي تتحول من شكل إلى آخر يضيع جزء منها على شكل طاقة حرارية لا يستفيد منها. فالطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة الغذاء تتحول في العضلات إلى نوعين تتحرر، إلى طاقة حركية وطاقة حرارية. الطاقة الحركية مفيدة، أما الطاقة الحرارية لا تفيد الإنسان. نسمي النسبة بين قبل التحويل للطاقة وبعد التحويل بكفاءة الطاقة، نسميها بكفاءة الطاقة. ما هي كفاءة الطاقة أو المردود؟ ما هي كفاءة الطاقة أو المردود زكريا؟ كفاءة الطاقة هي الطاقة الناتجة المفيدة على الطاقة الداخلية المستهلكة. إذن كفاءة الطاقة أو مردود الطاقة؟ كفاءة تحويل الطاقة هي النسبة بين الطاقة الناتجة المفيدة على الطاقة الداخلية المستهلكة. لاحظ الصور الآتية. لاحظ الصور الآتية. ما هي من هذه الأشكال؟ ما الأشكال التي تتواجد بكميات كبيرة؟ ما الأشكال التي تتواجد بكميات كبيرة؟ عبيدة. طاقة الرياح. طاقة المياه. إذن الأشكال في الصورة الآتية توضح لنا وجود الطاقة بكميات هائلة، طاقة الرياح وطاقة المياه الجارية. وما الطاقة التي تكون نادرة؟ نادرة. ما أشكال الطاقة بالصورة الآتية زكريا؟ البترول، النفط، والفحم الحجري. إذن النفط ومشتقاته. أحسن. إذن لدينا نوعين من الطاقات، الطاقة الغير متجددة، الطاقة الغير متجددة والطاقة المتجددة. الطاقة الغير متجددة القابلة للنفاذ، القابلة للنفاذ. من يعرف لنا الطاقة الغير متجددة القابلة للنفاذ؟ مالك. هي طاقات تحتاج إلى ملايين السنين لتتشكل من جديد، من مصادرها؟ من مصادرها الفحم الحجري والنفط والبترول الطبيعي والمواد المشعة. إذن الطاقات الغير متجددة القابلة للنفاذ هي طاقات تحتاج لملايين السنين لكي يتم تشكيلها من جديد. إذن هي الطاقات تحتاج إلى ملايين السنين لتتشكل من جديد. أهم مصادرها الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي والمواد المشعة. الطاقات المتجددة بعكسها تماما. هل استيقظنا يوما ما ولاحظنا غياب الشمس؟ لا. غياب الهواء؟ غياب المياه؟ لا. لا. لو حدث ذلك لطفئت الحياة على وجه الكرة الأرضية. ماذا نسمي هذه الطاقات التي تتواجد بكميات هائلة يا عبد المؤمن؟ الطاقة المتجددة. ما معنى الطاقة المتجددة؟ الطاقة القابلة للتجدد بشكل الغير قابل للنفاذ، الغير قابلة للنفاذ. عبد المؤمن، ما هي الطاقة المتجددة؟ هي طاقات موجودة ومتوفرة بشكل دائم ويمكن استعادتها من خلال فترة زمنية قصيرة. أحسنت.
إذا نعيد، الطاقات المتجددة هي طاقات موجودة ومتوفرة بشكل دائم، دائما وأبدا، ويمكن استعادتها خلال فترة زمنية قصيرة، وفي حال غيابها انعدمت الحياة. لا تستطيع الكائنات الحية أن تعيش بدون طاقة، كطاقة المياه وطاقة الهواء والطاقة الشمسية. حتى النباتات الخضراء تستفيد من الطاقة الشمسية بعملية التركيب الضوئي. من مصادر هذه الطاقة؟ من يعدد لي مصادر الطاقة المتجددة؟ عبد الهادي. الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة المياه الجارية، طاقة المد والجزر. أحسن. هلا ترشيد استهلاك الطاقة. عندما نكون في المنزل في وقت متأخر من السهرة أو بداية السهرة، نحاول الأم في المطبخ، الابن يدرس في غرفة ثانية، الأخت تدرس في مكان آخر، كل منا يصيح اطفئ الأنوار اطفئ الأنوار. لماذا؟ لتكون الإضاءة أكبر في مكان موجود، لتوفير أكبر كمية من الطاقة. ماذا نسمي بأطفئ الأنوار اطفئ الأنوار؟ الضوء الذي لا نستهلكه نحاول إطفائه. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا يا سام؟ ترشيد استهلاكية الطاقة. معناته ترشيد استهلاك الطاقة. نحن لا نريد هدر الطاقة. نحن لا نريد هدر الطاقة. لماذا لا نريد هدر الطاقة؟ لا نريد هدر الطاقة يا زكريا لضمان الراحة بالمستقبل. إذا كلما خففنا واهتمينا بطاقة الكهربائي أمننا الراحة للجيل الجديد، ومنها نستنتج ترشيد استهلاك الطاقة. سام، أعد لدينا ترشيد استهلاك الطاقة. هي خفض ضياع الطاقة بهدف ضمان مستوى من الراحة في المستقبل. إذن ترشيد استهلاك الطاقة هي خفض ضياع الطاقة بهدف ضمان مستوى من الراحة في المستقبل. انتهينا من درسنا الطاقة. ما أجمل أن يكون لدينا شخص ونحن في هذا الزمان الصعب نعاني من الظروف القاسية، وشخص يعطينا طاقته الإيجابية. الطاقة الإيجابية تعطينا تفاؤل، تفاؤل لنمشي في حياتنا ونتابع مسيرتنا. كل الشكر لحضوركم أحبتي الطلبة.